تتواصل في محافظة شبوة فعاليات أسبوع المرور العربي الموحد لهذا العام والذي ينفذ تحت شعار مرور آمن ومتطور. وأشاد مدير عام شرطة السير بالمحافظة العقيد حسين شنيتر بمستوى التفاعل مع فعاليات أسبوع المرور على الرغم من إجازة عيد الفطر المباركة، مشيدا بالجهود التي يبذلها رجال المرور من أجل تنفيذها وتحقيق أهدافها بين أوساط مستخدمي الطريقة، لافتا بدورها في تحقيق عناصر السلام المرورية والتأكد من مدى الالتزام بتوفير الوسائل الأساسية في المركبات ومواصفات السائق الجيد لها بما يسمى في الحفاظ على السلامة العامة أثناء القيادة.